خلينا نقول لكم من الاول التصريح ده مهم جدا، للتصريح للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان في ندوه بجامعه القاهره عن الامران في مصر. خلال كلمته في الندوه قال: اقسم بالله ان شبكه الطرق القوميه وقعت عليها قبل عرضها على القياده السياسيه، وان المفروض كان يتم الانتهاء منها في 2032، يعني هي خلصت قبل ميعاد محمد ب 12 سنه. ده معناه ان اللي انجزته الدوله في ملف الطرق القوميه كان مخطط ينتهي بجدوله الزمن الطبيعي بعد زي ما قال احمد 12 سنه، لكنه تم انجازه في الوقت الحالي. ده طبعا بياكد قد ايه القياده السياسيه والاراده كمان من كل المسؤولين وحتى اصغر عامل في المنظومه كلهم حريصين جدا على انجاز المشروعات والاعمال علشان يخدموا الوطن ده، ومش بس بالكلام ولا بالعبارات الرنانه ولا بتصريحات في الهواء، ولكن بالفعل بالعرق بالمجهود بالتصميم على نجاح والتقدم للأمام برغم كل المعوقات والتحديات. الوزير محمد كمان قال في بداية كلمته أنه تم إعداد رؤية التنمية العمرانية في مصر، واللي كانت أولى المهام اللي تكلف بيها منذ انضمامه لوزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إعداد المخطط الاستراتيجي القومي لتنمية مصر. ووضح كمان أن العمران والتنمية لا يعني فقط المباني والطرق، لكن كمان في الأنشطة الأخرى اللي بنقوم بيها على الأرض من عمران بأشكال كتير جدا. يعني مين فينا مش شايف كل يوم في أي محافظة في مصر أن في عمران بيتم، في شبكة طرق بتتم، في مباني بتتم، في إعادة هيكلة أو إعادة إعمار لطرق كتير من اللي موجودة، كلنا شايفين ده محمد طول الوقت. ناس كتير بتتكلم عن الإنجازات في الفترة الأخيرة، لكن ربما يعني الحاجة اللي بتعادل أو يعني ممكن تزيد كمان إحساس الناس بيها عن علاج الناس من فيروس سي هو موضوع شبكة الطرق القومية العملاقة والإنشاءات الجديدة، بنية تحتية على أرقى مستوى. وهنا أفتكر كنت في مرة على الهواء وكان الرئيس كنا بنغطي افتتاحات فكانوا في مكان بيفتحوا مدينة جديدة، فالرئيس قال لهم: طب انتوا دخلتوا الغاز ودخلتوا كل اللي تحت الرصيف ولا هنرجع نكسر تاني من الاول زي زمان؟ ففي رؤيه طبعًا واضحه، واعلى سلطه في الدوله رئيس الجمهوريه متابع كل تفصيله كبيره وصغيره بتحصل. في فكر مختلف زي ما انت قلت محمد، تحديدا كمان في موضوع المرافق، المرافق كلها دلوقتي بتتعمل بشكل ابيار تحت الارض عشان ما يبقاش في موضوع الحفر وهنرجع تاني. شفنا ده في كل المدن الجديده زي العاصمه الاداريه، زي العالمين الجديده، حتى في المدن اللي بيتم اعاده اعمارها مره ثانيه برضو بنشوف ده. احنا طبعا بنتفرج مع حضراتكم دلوقتي واحنا بنتكلم على كل شبكات الطرق وعلى كم الكباري اللي معمول اللي بيسهل السيوله المروريه في مناطق كتير جدا. مش بس بقى شبكه الطرق اللي انا كنت عارف الرقم ان هو 5000 كيلو بقى 7000 كيلو، اعتقد وصلوا لتسعه، دول الجداد. في بقى محمد كمان اعاده هيكله واعاده اعمار الطرق القديمه، بنشوف ده على الطريق الدائري، بنشوف ده في المحور، بنشوف ده في كل المحاور الرئيسيه اللي موجوده في البلد. اعتقد كمان في توجيه من برضو الرئاسه لكل المحافظات والمسؤولين، الطرق اللي داخل المحافظات في الدلتا في الصعيد، الطرق الداخليه جوه المدن، وده المواطن بيحس بيه بشكل مباشر. يعني انا شخصيا من اصدقاء الطريق الصحراوي في مصر اسكندريه، فعلا الموضوع اختلف. وحتى بفضل الله زمان كنت وانت بتسافر على مصر اسكندريه الصحراوي يمين وشمال وانت ماشي حوادث. صحيح. النهارده لا، الموضوع الحمد لله الموضوع اختلف بشكل، يعني كل فين وفين بتشوف حادثه بسبب شبوره مثلا او حد هو سايق نام او حاجه، لكن الموضوع تنميه بشريه، تنميه عمرانيه، تنميه اقتصاديه، دي شرايين حياه جديده بتروح كل مكان في مصر. فموضوع الطرق بالتحديد من اهم الانجازات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. انت بتشوف مصر جديده، يعني مصر كلها بتتحول يا محمد. انا بتفرج دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض على كم العمران وعلى كم المباني حتى شكلها حلو وانت بتتفرج عليها. بالظبط، اختلفت تماما. دورنا بقى الحفاظ عليها، دورنا كمان الصيانه اول باول. في ادوار كتير لينا احنا كشعب كمان ان احنا نقدر نحافظ على ده عشان ده لينا في الاخر، يعني ده كل اللي بيتم ده بيتم لينا. فاعتقد مجهود مهم جدا طبعا. وتصريح مهم جدا من وزير الاسكان. وفي تضافر بيحصل بين كل الوزارات، ونتيجة زي ما احنا شايفين اختصار المدى الزمني 12 سنة بيحصل في شهور.